مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي السلامة، شوفوا شنو دار أستاذ لشخص في مدينة القنيطرة. اهتزت مدينة القنيطرة على وقع جريمة قتل بشعة وسط المدينة بزنقة معمورة التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية الثانية. وتفيد المعطيات الأولية أن الجاني الذي يبلغ من العمر حوالي 60 سنة وهو أستاذ متقاعد ذهب إلى شقة الضحية البالغ من العمر 44 سنة ليستلم واجب الإيجار، لكنه دخل في مشادات كلامية مع الضحية حيث تطور الأمر إلى شجار انتهى بتوجيه ضربة قاتلة باستخدام عصا للضحية الذي فارق الحياة على الفور. وبعد الحادث المأساوي سلم الجاني نفسه إلى رجال الأمن بعدما انتقلت الأجهزة الأمنية مباشرة إلى موقع الحادث لفتح تحقيق دقيق ومفصل للكشف عن تفاصيل وملابسات الجريمة، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لتشريحها. كما لا ننسى أن نشيد بدور الأجهزة الأمنية في محاربة الجريمة وضمان الأمن والسلم في المجتمع، ونتمن جهودهم الحثيثة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. كما يجب علينا جميعا العمل معا لدعم الأجهزة الأمنية وتقديم المعلومات اللازمة لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم. من هنا الصباح أنا راه ما نتقداش وغنشوف شنو كاين. صونت لصاحبو في كازا ما كاين والو، كنقلب على نمرت عبوسي والويسي وداك الشيء عندي في التليفون الاخر. دابا راه يلا صوناو يلا، بغيت نتشكى ويجيني الخبر. قالوا لي مات، قالوا لي مات مقتول. هاد الزوج ديالك واش كان ساكن معاك من قبل ولا شنو السبب اللي خلى انه ساكن هنا؟ ساكن هنا 11 عام ما كاينش معاك. هو هذا الاستاذ اللي قتلو كان ساكن 32 سنه قبل ما يتزوج. تزوج هذا الاستاذ كان شاد بيس، يعني داك البيس كيجي غير راجع فيه صحاب مثلا لونغلي ولا 15 مره في 15 مره في الشهر. حنا اللي مسؤولين على الدار. المهم كان كيسالو 100000 ديال الكره، قلت 8000 ريال. شكون اللي كان تيسال هذا الاستاذ؟ كيسال راجلك؟ كيسال راجلي ديال الكره. قال لي غير صبر عليا نتفوح، وانا راه ديما كنجمع الطوطال وكنعطيك. دابا واقيلا فجاع عنده ناقرو خوي ما خوي، وقيلا هو يقتلو. باش قتلو؟ انت عندك شي معلومه باش تبعثو؟ ما عنديش المعلومه. قال لي عاد مايات وراه مقتول، راه هزاتو لابيلونس صافي هو يجيبني وتحومتي بالطونوبيل انا وولدي. قولي لي واش فايت صباح؟ انت ما ساكناش معاه؟ انا ساكنه معاه. ساكنه معاه في هاد البيت هذا؟ في العماره 6 سنين دار، 6 سنين راه ولدي راه عنده 4 سنين. يعني واش انت كنتي فاطره في الخدمه ديالك ولا فين كنتي فاطره؟ لا انا كنت في دارنا فاطره. نسولوك سبق له شي خلاف مع هاد السيد الاستاذ هذا؟ علاش خلاف؟ واش فايتين دابزو فايتين؟ لا فايتين انا من اقري خوي ما خوي خلصني صافي هادشي اللي كاين. ما كاين لا داعي لا والو؟ ما كاين لا نقاش لا والو صافي. وقال تعصب هاد الاستاذ هو يقتله، يعني جا دكا فيه، يعني كون خرج مع دره ما يقدش عليه. باش وراجلي انا راجل ما واقيلا بالموز. قال كله دمايات، كله قال لك الدار كله دم. تاعي طولي قال يا ان الله وان رجل.